اوكي هذا المدخل، هنا طبعا جراج، هذا هنا المدخل. اوكي اعشق بيوت البحر، كان المفروض اجيب ابوي معاي صراحه. بسم الله. حبيت اول شيء انه في لفت، ممتاز. اوكي مرايه كثير حلو. اللي عاملين لكم باي ذا واي ديكور كثير رايقين، الاجواء الالوان. طيب وين الواحد يعني من يشوف الاشياء هذه ويحس بغراءات يبغى يشتري؟ كثير ما شاء الله حلو. بتهور اكيد، ما بتهور بنظف المسبح، لا يعني بتهور بشتري. ما شاء الله ما شاء الله كثير روعه. احلى من كذا، خلي بالك. اوكي حلو، اللي عنده طراد، ياخ، جتس، كي ما يتعطل ابدا. هذا منظر البيوت من برا. روعه ما شاء الله. لحظه، ما راح تصدقون. اوكي كنت اسالهم على الاسعار، فكرتهم يمزحون. اربع غرف نوم، شفتوا طبعا الجماليه اللي موجوده، المسبح على البحر، دايركت مارينا، برايفت خاص، جلسة روعة. أستاذ يوسف كم قلت لي سعر الفيلا هذه؟ بالدرهم؟ بالدرهم أو بالريال؟ الأفرج 2,700,000. 2,700,000 فيلا على البحر، أربع غرف نوم، ما شاء الله. ده وين تحصل هالسعر؟ مستحيل مستحيل، يعني يا دوب الواحد ده اليوم قدر يحصل شقة أصلا بهالسعر. فا أوكي، قاعدة مع البنك. قاعدة معنا إن شاء الله. أهلا إن شاء الله، أكيد بإذن الله تعالى. أوكي أوكي، هنطلع فوق باللفت. شوفوا كيف باب الأسانسير يفتح زي الباب إلكترونيك. أوكي نروح، نروح للطابق الثاني. طلع الموضوع مو بالضغط. اوكي كده صار الطابق الثاني، بعدين اضغطها والحين يبدا يطلع. وصلت للطابق الثاني. يا سلام، شوفوا القاعده برا، والله العظيم اني ما بالغت ولا جملت، تحفه الفيلا ما شاء الله ما شاء الله. هذا الباب فتح. اوكي نشوف المغسلة، نشوف اول غرفة نوم. الفينيشينج ما شاء الله رائع جدا ونظيف. طبعا بالنسبة لي دائما تكرموا الحمامات، كثير مهمة بالنسبة لي الفينيشينج، كثير مهم. والألوان تناسب أتوقع ذوق الجميع. راح نشوف الغرفة الثانية. يعني في أحلى من إن الواحد يصحى كل يوم على هذا الفيو؟ مستحيل، خيال. بالأسعار اللي قالوا لي إياها أسعار خيالية قسما بالله العظيم، ولا عمري شفت عقار بهذا الجمال وبهذا النظافة بهذه الأسعار، يعني فرصة، وما قلتها دعاية قسما بالله، عن جد فرصة. يعني أنا لو على ودي الحين أكتب شيك وأطلع. ما شاء الله
هذه الماستر بجون. تذكرون قلت لكم من قبل أني لا يمكن أسوي دعاية أو إعلان عن شيء أنا مو مقتنعة فيه لنفسي أنا قبل ما يكون للناس أو المتابعين. فلذلك شفت المشروع انبهرت فيه وعجبني وقلت أني بعد غير الدعاية والإعلان عشان ما أدعي المثالية، لا هو دعاية وإعلان بس أنا مقتنعة فيه، لو مو مقتنعة فيه ما راح أفكر أني أنا أشتري فيه لنفسي. أوكي هنا الدواليب، هنا تكرمون الحمام تبع الماستر. أوكي حلو، الشاور كبير، أحب كثير التفاصيل. خبروني الجماعة قالوا تبغوا تشوف الطابق الأخير، فسألتهم إيش فيه، قالوا فيه شيء حلو أنا ما راح أخبركم عنه، تعالوا معاي وبوريكم نفسي شيء أنا أحبه مسويته عندي بالبيت لأني أحب أستغل المساحات وده ماكسيموم. أوكي هنا طبعا في وسط العاملة وشيء ممتاز، يعني مستغلين المساحة صح وده ماكسيموم. متخيلين كذا حفلة باربيكيو على البحر بهالأجواء؟ شوفوا إيش في فوق في المغسلة وفي جلسة بهالفيو، أو ما أقول ما شاء الله. هذه الصالة اللي موجودة فوق، كمان فيها تكرم الحمام الصالة، وهذه بعد هم قاعدة خارجية. ما شاء الله. أوكي إحنا ما زلنا في النسيم صح؟ النسيم. هذه الفيلا كم غرفة نوم؟ ثلاث غرف. ثلاث غرف نوم. أوكي بمليون وكم؟ مليون وتسعمية. مليون وتسعمية. أوكي بسم الله. ما فيها برشة بس ولا جهاز ما فيها. أوكي. هذا هنا الدرج. هنا تكون باب الحمام. الله الأخضر يجنن. أوكي. هنا في عتبتين. هذه الصالة هنا صالة الطعام، هذا المطبخ جوا، هذا المطبخ الخارجي، خبروني قالوا لي هذه للعرض بس هي الفيلا أساسية فيها مسبح، بس هذه فيلا العرض ما فيها مسبح، بشوف كيف عاملينها كثير حلو. خولة مستغربة تقول لي غريبة ما شفتي المطبخ، قلت لها في أشياء ثانية لهد يعني بس وخلاص. من جد أنا بالعادة ما في شيء لهيني على المطبخ، في البيت شيئين مهمين عندي تكرمين الحمامات والمطبخ، بس من كثر ما في أشياء كثير حلوة ومذهلة يعني ما فكرت إني بطبخ. اوكي بعدين انا اذا جيت في البحرين يعني امي الله يحفظها اللي ما بتقصر ما بعطيني مجال اطبخ اصلا، بس بوريكم المطبخ اكيد. هذا هو المطبخ. اوكي هذا المطبخ الصغير حق الفيلا الصغيره اللي هي ثلاث غرف نوم. اوكي بس هناك طبعا المطبخ اكبر، وهذه الجزئيه طبعا تابع للمطبخ. أنا بالنسبة إذا جيت هنا يعني طبخ دلع. ماما الله يحفظك يعني أكيد أنت اللي بتطبخين في البيت. ما بخلي ريحة البيت طبخ أبداً. وصلنا لمشروع البارح. طبعاً هذه فيلا الأكبر. بس حبيت الاسم على فكرة. So far. البارح هذه نوع من أنواع رياح البارح. رياح البارح. رياح صيفية. أها. حلوة الأسماء. هي احنا سأصمم نسيم. شوفوا ما شاء الله حجم البلة. اوكي في فيلل على البحر وفي فيلل قريبة من البحر، يعني شارع يفصلها بس بالضبط. هذه الفيلا اللي على البحر من فيلل البارح، هذه اكبر شيء عندكم صح كحجم؟ فيلل على البحر حاليا. اوكي
اوكي هذه اربع غرف نوم، حبيت التخطيط. شوف الاكزاز، وهذا المدخل. نقول بسم الله. شكرا. اوكي حبيت السقف عالي، وانا كثير احب السقف العالي، عشان كذا بيتي اول ما اخذته اغراني موضوع السقف العالي. حبيت الحديقه اللي بالنص. اوكي باخذ معكم حبه حبه. هذه الصاله طلع على الحديقه اللي هو مدخل البيت. السقف ما شاء الله عالي شرح. هنا الدايننج يطلع على الحديقه اللي برا. شايفين القاعده برا هناك يا جماعه؟ شايفين الاغراء؟ اغراء من نوع اخر. وهنا مثل الحديقه برا، شوفوا الممر المائي. هذا اجد مشروع في البحرين، واتوقع ان الاجمل والاروع ما شاء الله. ما شاء الله كبيرة كثير. شوفوا مساحتها، مساحة الأرض يا جماعة كبيرة. حتشوفوا كيف البيت كله قزاز، عشان الواحد لما يكون في البيت يقدر يستمتع بالفيو وين ما كان. مسبح كبير كبير. اوكي يعني بالراحة الواحد يسوي عرس هني. ما شاء الله. الله في حدائق، في ناس يحدقون هناك. جوا هذا الفيو، بعد الواحد يقدر يسوي قاعدة بكل سهولة. تلاحظوا المساحة ما شاء الله.